السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة دائما، وكل عام وأنتم بخير. من أيام قليلة يعني ودعنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم دائما بالخير واليمن والبركات. خلاص كده عيدنا وخلصنا، نرجع بقى للدروس بتاعتنا، وإحنا بنشرح مع بعض خط الديواني. توقفنا في آخر حلقة يعني من حوالي أسبوع كده عند اتصالات حرف الباء، وهنبدأ باتصال حرف الجيم. قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا يعني بأعلن عن اسم اللي كتبناه الأسبوع ده، وهو اسم الطفلة رفيدة مصطفى، وذلك يعني بناء على رغبة مامتها، والاسم هيتعرض علينا حاليا على الشاشة. وبقول لها كل عام وأنت بخير يا رفيدة. نبدأ مع بعض كده الدرس. حرف الجيم في خط الديواني ليه شكلين، ملوش ثالث في البداية. وقبل ما نبدأ احنا بنسطر مع بعض زي ما تعودنا، ثلاث سطورها بنعمل ثلاث نقاط ونعمل سطر، وبعد كده بنعمل اربع نقاط، تمام، ونعمل سطر الاساس. شكل حرف الجيم، شكل حرف الجيم، الشكل الاول بيأتي مع جميع الحروف في الغالب ما عدا بعض الحروف معينة هتاخد الشكل الثاني، يعني بيأتي مع الحروف الصاعدة وغير الصاعد. طيب الشكل بتاعه لو رسمناه رسم كروكي بيكون الشكل بتاعه عبارة عن شبيه مثلث، يعني شبيه كده وانزل اهو بالشكل ده، تمام، يعني هنا الجزء ده بيكون تقريبا شكله ايه، شكل مثلث. لما نعمل الكلام ده ولكن عند استخدام الليونة في الكتابة، ببدأ بضع القلم بمقدار يعني زاوية 90 درجة واصعد لأعلى اهو، وميل ناحية اليسار قليلا، بعد كده بلف ايدي دوران خفيف وارجع لورا وهاجي هنا من هنا وانزل ولف ايدي واصعد، وانا وبصعد بميل ناحية اليسار قليلا. ده الشكل بتاع حرف الجيم مع الحروف خط الديواني، حروف صاعدة أو غير صاعدة. هنشوف التقنين بتاعنا كده مع بعض، يعني لو وضعنا النقاط، الجزء الأولاني ده من هنا كده لو عملنا كده، الجزء ده كله مقداره ثلاث نقاط، يعني الجزء ده مقداره ثلاث نقاط. من الوسط بالظبط بياخد الجزء اللي راجع ده، ونقطة ونص مقدار الجزء اللي فيه دوران، الدوران نفسه ده مقداره نقطة، وهنا في مقدار نصف نصف نقطة ميل إلى اليمين. من أسفل بقى، من أسفل بيكون الجزء ده مقداره نقطة ونص، بيكون نقطة ونص. هنا في الداخل الجزء ده بعد ما بلف ايدي وبصعد بيكون هنا في مقدار مقدار نقطة. وطبعا احنا هنا لو عملنا خط كده هنلاقي هنا في مقدار نصف نقطة نتيجة الدوران والصعود والميل ناحية ناحية اليسار. ده الشكل الأول لحرف حرف الجيم أو الحاء أو الخاء، وطبعا لو وضعنا نقطة نضعها بالشكل ده. هنشوف بعد كده الجيم مع حرف حرف الباء. الجيم مع حرف الباء برضو بستخدم الشكل ده. هنعملها ازاي؟ اهو بصعد لفوق طبعا عشان حرف الباء هتستقر لي على السطر، واعمل اهو زي ما احنا عملنا في ايدنا، ارجع بالشكل ده واعمل حرف الباء بلف ايدي وهنا بسحب كده، تمام، واضع النقطة بتاعتي تكون
طبعا اظبط ايه السمك بتاعي. طرف الجيم بيكون طبعا ايه ظاهر من اسفل، طرفي بيكون ايه ظاهر من اسفل. زي ما احنا قلنا الجزء ده مقداره ايه 3 نقاط تمام. والنزول احنا برضو قلنا ايه مقداره ايه 1.5 نقطة تمام. يعني قاعدة معانا عامة معانا اهو تمشي. عايزين نخلي بالنا هنا الجزء ده اللي من تحت بمشي بيه ازاي، يعني بيكون ماشي كده وبعد كده بلف ايدي كده وبعد كده بلف تاني دوران، يعني اهو الاتجاه بتاعنا اهو هنا بعد كده بعد كده زاوية القلم بتتغير خلاص، يعني بمشي كده وانزل والف ايدي برجع يعني مع الجزء ده رجوع كده مستقيم، بعد كده ببدأ اقوس ايدي كده للخارج بعد كده بلف تاني ايه دوران ايه عكسه. حرف الباء ده ممكن اعمل بدل ما الف ايدي واصعد كده بعمل ايه بلف بدوران كأني دوران يعني دائري. نشوفه مع بعض اهو، برضو هنعمل الجيم زي ما احنا عملناها اهو، واصعد والف ايدي وارجع هرجع تاني والف ايدي كده اهو و حرف الباء بالشكل ده هنا بعمله ايه بعمله دائري تمام. اضع الباء هنا ممكن تاء او ساء. طب لو حبينا نعمل حرف الساء يعني بعمل ايه الجزء ده كده اهو تمام اهو زي ما قلنا لكم هنا شايفين كده، وروح نزلت كده ورجعت تانية دورا ده الجزء ايه اللي من تحت. طب وهنا طبعا احنا قلنا الجزء ده 3 نقاط خلاص، وخلي فيه مسافة ايه مقدار ايه نقطة بينها ما بين ايه الحرف. حرف الجيم مع حرف الباء اللي هي اللي هي بتنزل تحت السطر اهو، بعملها ازاي؟ بصعد برضو باخد هنا من اعلى واعمل الجيم بتاعتي ولف دوران كده وارجع تاني لورا اهو، الطرف بتاعها بيظهر، وهناخد الباء وانزل بيها لحد تحت السطر، يعني الف بالتدريج كده اهو وابدا انزل وهنا واصعد، وعندما اصعد بلف بالشكل ده. وطبعا الجزء ده بيكون ايه رفيع، السمك بتاعه بيكون ارفع من البداية. واضع النقطة بتاعتي برضو بتكون في الموضوع ده. برضو نفس التقنين 3 نقاط نزول 1.5 نقطة تمام. هنا في فراغ برضو مقدار ايه مقدار نقطة بينها ما بين ايه الحرف. وطبعا احنا نزول الجزء ده بيكون مقداره ايه 2 نقطة من اسفل، وطبعا لو عملنا خط كده هنلاقي هنا في فراغ مقدار ايه مقدار نقطة، والجزء ده يلف لي على مقدار ايه على مقدار نقطة. ده شكل حرف الجيم مع حرف ايه الباء اللي بتنزل تحت ايه تحت السطر. هنشوف بعد كده الجيم مع حرف ايه الجيم. الجيم مع حرف الجيم قلنا بناخد بقى شكل مختلف، الشكل ايه الشكل الثاني بعمله ازاي؟ زي حرف الجيم في خط الرقعة ببدأ اهو بصعد كده برفيع الجزء ده بجنب القلم، وبعد كده بصعد لأعلى بعرض القلم والف ايدي بالشكل ده. هنا نزلت دوران كده وهنا دوران ايه عكسه، والخروج هنا بيكون من 2 لـ3 نقاط، يعني ممكن يكون 2 في بعض الكتابات بيعملوه وفي بعض الكتابات بتعملوا 3 نقاط. وارجع تاني بعد كده اهو بالشكل ده بعرض القلم وهلف ايدي تاني
الف ايدي تاني اهو بالشكل ده، وابدأ اعمل ايه الجيم. وطبعا احنا قلنا الجزء ده بيكون نازل بجنب القلم وبيكون رفيع. ده الشكل الجيم او الحاء او الخاء مع حرف ايه، حرف الجيم. هنا الجزء ده بيكون مقداره نقطتين، يكون مقداره ايه نقطتين. واحنا زي ما قلنا الجزء ده الخروج بتاعه بيكون من نقطتين لثلاثة، يعني لو خدناه من هنا هيكون ثلاث نقاط. تمام. خروج الجيم نفسه هنا بيكون مقداره نقطة ونص، يعني هنا الجزء ده يكون فيه ايه مقدار نقطة ونص. وطبعا الجيم هنا بتنزل بيكون تقريبا خمس ايه، خمس نقاط، من خمسة إلى ستة ايه، ست نقاط. ومن أسفل هنا بيكون فيه فراغ مقدار ايه، مقدار نقطة. طيب هنشوف بعد كده الجيم مع حرف ايه، حرف الدال. الجيم مع حرف الدال بقى برجع للشكل الأول اللي خدناه مع الجيم مع ايه، مع حرف الألف. ببدأ أهو من هنا وأصعد وأميل قليل ناحية اليمين وألف إيدي وأرجع أهو. تمام. وهعمل حرف إيه، حرف الدال. بأخذ كده من أعلى بالشكل ده وأضع النقطة بتاعتي. برضو التقنين بتاعنا قلنا احنا رأس الجيم ثلاث ايه، ثلاث نقاط، نزولها نقطة ونص. تمام. بيكون في فراغ هنا مقدار نقطة، ونزول حرف الدال بيكون من نقطة ونص ايه لنقطتين، يعني الجزء ده بيكون يا اما نقطة ونص يا اما نقطتين. والدال نفسها بيكون اربع نقاط، وهنا في فراغ مقدار ايه، مقدار نصف ايه، نصف نقطة. طيب ده شكل الجيم مع حرف ايه، حرف الدال. هنشوف مع بعض برضو الجيم مع حرف ايه، حرف الراء. الجيم مع الراء بقى بنستخدم ايه، بنستخدم الشكل الثاني اللي استخدمناه مع ايه، حرف الجيم. احنا قلنا كلمة ايه، جرهمي، كلمة جرهمي. تمام. اهو هبدأ برضو من فوق واعمل الجيم رأس الجيم، وهنزل كده زي ما عملت مع الجيم هنا، وهبدأ أنزل وأعمل حرف إيه، حرف الراء بالشكل ده. نبص كده هنا رأس الجيم، يعني قلنا احنا نقطتين، رأس الجيم مقدارها ايه نقطتين. هنا خروج الجزء ده بيكون تقريبا نقطة ونص او نقطتين، يعني ممكن اخرج مقدار نقطتين او نقطة ونص. حرف الراء نفسه هنا بيكون المسافة دي مقدارها كام، اربع نقاط، بيكون مسافة مقدارها ايه، اربع نقاط. ده شكل ايه، الجيم مع حرف ايه، حرف الراء. وهنا بيكون الجزء ده سميك ونازل بدوران، وينتهي لي الراء برفيع، بجزء رفيع. هنشوف بعد كده حرف الجيم مع حرف ايه، حرف السين. هنشوف حرف الجيم مع حرف السين. وطبعا الجيم مع السين هستخدم كده ايه، الشكل زي الجيم مع الالف اهو. ببدأ من اعلى. تمام. والف ايدي وارجع، هرجع تاني وامشي بقى، مش حرف ايدي لفوق، لا همشي كده عادي، وهركب اسنان ايه، السين، يعني السنة الاولى اهو، السنة الثانية اوسع شوية، بعد كده بعمل ايه الكاسة بتاعتي. طبعا بميل بجنب ايه القلم بالشكل ده. نشوف برضو التقنين بتاعها. رأس الجيم احنا ما اختلفناش اهو،
بيكون مقدارها 3 نقاط، ونزول هنا نقطة ونص في مسافة بعد الجيم يكون هنا في مقدار مقدار النقطة، ونفس الأسنان السين السنة الأولى بيكون مقدار المسافة دي نص نقطة، وبعد كده المسافة الثانية بيكون مقدارها مقدار نقطة، وبعد كده هنا النزول بتاعنا بيكون مقدار نقطتين ونص الجزء ده، تمام. والكاسة نفسها من الداخل بتكون مقدار مقدار نقطتين. وفي طبعا شكل الجيم مع السين اللي هي بدون أسنان، إن شاء الله نعملها مع بعض، لكن في الحلقة القادمة، على أساس ما نطولش عليكم أكتر من كده في حلقة اليوم. أتمنى لكم دائما التوفيق، وتقبلوا تحياتي، وتابعونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.